يرفع نافذة الخيمة علّه يوماً يصحو على مشهد جميل غير تلك المشاهد التي اعتاد أن يراها من رمال وخيام مهترئة لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء. في مخيمات الخالدية بمحافظة الأنبار تعاني العائلات النازحة من صعوبات جمة في تأمين متطلبات حياتهم اليومية من طعام وماء نظيف، فضلاً عن نقص الكهرباء ومواد التدفئة، خاصة في ظل الأجواء الباردة في الصحراء مع حلول فصل الشتاء. يشتكي النازحون في مخيمات الخالدية من إهمالهم وعدم تقديم المعونات لهم من قبل الجهات الحكومية وحتى المؤسسات الدولية، مطالبين الأمم المتحدة بالتدخل لإنقاذهم. حال هذه السيدة قد يكون أسوأ من باقي المقيمين في المخيم، فجسدها السقيم يشكل عبئاً إضافياً عليها، فلا هي قادرة على الحركة وخدمة أطفالها وعائلتها، ولا حكومة تطلع على شأنها وتؤمن ما تحتاجه. حتى الراتب الشهري المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة انقطع عنها لتبقى رهينة بضع مساعدات لا تغني ولا تسمن من جوع. أخي أنا مع وقع نفس الوقت مواطنة، حالي حال أي مواطن. أنا بالنسبة لي لا راتب، ولا راتب معوقين شهر واحد وانقطع، والحالة شنو؟ متزوجة. أنا زوجي عاطل، ما عنده لا شغلة ولا عاملة، ولا يقدر ولا قادر على أي شغل، وعندي أطفال برقبتي، وثانيا عندي والله هسه هاي الأطراف مالي تعبانة بشكل تعبانة. تعاني مخيمات الخالدية بالأنبار من البرد القارس، خاصة أنها تقبع بصحراء خالية، وهو ما يزيدها أضعافا مضاعفة في فصل الشتاء، فضلا عن انتشار الأمراض والأوبئة، وصولا إلى الآثار النفسية للعائلة التي تترك منزلها التي عاشت فيه عقود، إضافة إلى تعمد الحكومة وأطراف العملية السياسية ترك النازحين في العراء دون أي مساعدة أو جهد يخفف عنهم.